قصتنا لليوم قصة شغف، قصة فتاة أحبت المغامرة المحفوفة بالمخاطر، ربما لتكسر حاجز الخوف، وربما لأن التحدي يقتل الروتين الممل، وربما تبحث عن السعادة، تدرس الهندسة وتمارس هوايات لا زالت تعتبر غريبة. اسمي فايزة بطة من قرية حج قضاء قلقيلية، بدرس هندسة حاسوب في جامعة النجاح الوطنية. طبعاً عندي موهبتين، الموهبة الأولى هي التزلج، وهي موهبة كثير غريبة عندنا لأنه خاصة أني أعتبر كبنت، فالسكيتنج والتزلج إشي غريب كثير. قلقيلية فتحت لي أبواب كثير ورح يصير زي ناقل إلي من بلدة لثانية، فإن شاء الله في نهاية هاي السنة رح أكون ممثلة لسكيتقيلية في بلدة أجنبية وهي النرويج. بلشت موهبتنا أو حبنا للزواحف في 2016، وهي إنه لقينا حية ما حبيناش إنه نقتلها، فبعد ما بحثنا عنها عن النت عن طريق إنه نصورها، فصورناها وبحثنا عنها اكتشفنا إنه هاي الحية غير سامة، فصار بيننا تحدي إنه مين رح تمسك هاي الحية أول. فبعد ما مسكناها اكتشفنا إنه الحية هي مش كائن خطر، هي كائن لطيف ومنقدر إنه نتعامل معه، فبلشنا في ركيزتنا العلمية. بعد ما أختي بلشت تحب الأفاعي والزواحف هاي الأشياء، حبيت إني أنا أكون الركيزة العلمية لأختي تستند إلها، فخليتها تترك الموضوع شوي لحد ما تعلمنا هاي الأشياء وصار عندنا ركيزة علمية واضحة نشتغل عليها، بحيث إنه لما نعرض حياتنا للخطر ولا نعرض حياة غيرنا للخطر. بلشنا بعديها جمعنا كل الأشياء اللي تعلمناها في مجلة واحدة، وصلنا ل 32 نوع أفعى بفلسطين من أصل 42 نوع. طبعاً وجودي في جامعة النجاح الوطنية ساعدني كثير إني أوصل لشريحة أكثر من الناس، عرفني على ناس متميزة، ناس عندها طموح مثلي، وجمعت ما يقارب 27,000 متابع على الإنستغرام، وهذا الإشي كثير ساعدني في حياتي وفي موهبتي. طبعاً دراسة الهندسة الحاسوب ممكن أنها تساعدنا في المستقبل، لأن ننشئ تطبيق راح يساعدني أني أوظف دراستي في الجامعة وحبي للأفاعي، وبيساعدنا كمان أنه نقلل من قتل الحياة الغير سامي وغير مؤذية. صارت الناس تعرفنا وصرنا نحافظ على الأفاعي والحيوانات بشكل أكثر، فأي حدا بلاقي إشي فبيحكي لي له أو لأختي، وإحنا بنروح هالمكان ومسيطر عليهم، بناخذهم عنا وبنربيهم وبنتعلم منهم الأشياء العلمية اللي إحنا ناقصنا، وبعدها بنرجعهم للطبيعة عشان الطبيعة تستفيد منهم أكثر مما إحنا رح نستفيد.